اكيد انتوا بتسالوا نفسيكم ان جماعتكم ليه بربطه المعلم كده. عندي خبر مهم عايز اقوله لكم. خير يا حاج؟ انا اتجوزت. ماله؟ نزل عليكم سهم الله كده ليه؟ ايه؟ ما بتتكلموش ليه؟ ايه رايك يا يوسف؟ لا مش نظريه راي يا حاج يعني، بس يا عم ما كانش ليها لزوم الجوازه دي. ما كانش ليها لزوم الجوازه دي. يسلم بقك يا يوسف. يسلم بقك يا يوسف. عجبتك قوي. عجبك انت كمان يا سي يوسف. انما انت ما قلتيش ايه رايك يا حبيبتي يا سمر. علشان انا ما اقدرش اقول حاجه يا بابا. دي حاجه ترجع لحضرتك. المهم بس ان ما حدش يضايقنا ولا حد يفرض رايه علينا. لا بصراحه انا يعني عايز افهم رايك اكتر من كده. يا بابا انا قلت لحضرتك دي حاجه ترجع لك. هترجع له؟ اه من حقك تعمل اللي انت عايزه، تتجوز زي ما انت عايز، بس محدش يجي يقعد هنا يا حاج. البيت اللي عاشت فيه امنا ما ينفعش واحده تانية تدخل مكانها. ايه وهي كمان عايزه تيجي تعيش معانا في الفيلا هنا؟ اضل كان ناقص بقى. شفت والنبي يا حاجه فردوس الراجل وعمايله. استنى على انت مالكش دعوه خالص. وانت مالك يا وليه يا حشريه؟ انت قاعده معانا بتعمل لي ايه؟ ده انا لولا ان انا شايفك قاعده بتخدمي العيال ولولا الوصية بتاع المرحومة اللي وصت عليكي كنت قلت لك خلصينا. قاعدة معانا ليه؟ اطلعي بره، الباب يفوت جمل كده؟ كده برضه يا حاج؟ بعد العمر ده كله واللي قضيته معاك وفي خدمتكم تقولي الباب يفوت جمل؟ طب ده انا حرمت نفسي من حاجات كتيرة قوي عشان حسيت ان انا واحدة من البيت ده. حرمتي نفسك؟ حرمتي نفسك من ايه يا ولية يا خرفانة؟ ده انت واضح انك عجزتي وخرفتي. فعلا فعلا يا حاج، اذا كبرت وخرفت كتر خيرك. انا ماشيه. حاج فردوس مش كده، الله دي ساعه الشيطان وهتخلص. بابا كده يا بابا محدش كلام خالص في 60 دقيقه. الناس انا اسفلك بالنيابه عن بابا، ما تزعليش بقى عشان خاطري هو ما يقصدش. انت عارفه هو دايما بيعمل كده. لا ابوك يقصد كل كلمه قالها. طب ما هو ياما ضربني سبت له البيت. انا غيرك خالص يا وحيد. يا ماما فردوس انا بجد ما اقدرش اعيش من غيرك. هحكي لمين مشاكلي ومين هيقف جنبي؟ لو بابا ضايقك فكري فيا، هعمل ايه لو سبتينا؟ وانا ما اقدرش اسيبكوا ابدا، بس اعمل ايه بعد كل اللي قاله ابوكي؟ طب انا هروح له هقول له دوسه مش هتمشي وهخليه يجي يبص راسك ويترجاكي تقعدي. استنى بس يا وحيد استنى يا حبيبه قلبي علشان خاطري بقى، ما تضايقيش نفسك كده، امسحيها فيا. انت قلبك ابيض وجميل، خلاص بقى يا قمر خلاص عشان خاطري. هي دادا لسه زعلانه ولا ايه يا سمر؟ شفت بقى عماله صالحها وهي مش راضيه، ينفع كده؟ بصراحه انتوا عيال تسد النفس. سيبك منهم يا دوسه وخليكي معايا انا. طب انا عايز اسالك سؤال، لو انت مشيتي مين اللي يعمل لي بقى الاسكالوب اللي انا بحبه؟ انا تهنت قوي يا ايهاب، ابوك جرحني كل مره بيجعجع على الفاضي، بس المره دي كلامه كان جامد قوي. وانا عشان خاطر وصيت والدتكم الله يرحمها والعيش والملح اللي بيني وبينكم وحبكم اللي انا شايلاه في قلبي مش هسيبكم، هفضل معاكم. يعني خلاص يا دوسة صافية اللبن؟ لا ما هو بصي بقى، انت لو ما ضحكتيش يا دوسة انا بقى هضحكك بالعافية. ربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. وبابا بقى سيبهولي انا، انا هقرص لك ودانه وهخليه ما يعملش كده تاني ابدا. طب يلا 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 رجع الهدوم مكانها يا ست سمر. انا بجد ما عرفتش انت غالي علينا قد ايه لما فكرت تمشي. ربنا يخليك لينا يا دوسه. خلاص يا جماعه بقى
سيبوا دوسة ترتاح شوية. سكت ليه؟ هي الفيلا دي اتعملت ازاي؟ مش بفلوس امي؟ وبعد كده انطردت منها. بس ابوك بينكر الكلام ده يا كمال. انا مش معنى كده ان انا مصدقه ومكدبك، بس انا اسف يا كمال، مفيش دليل بأيد كلامك. ابويا خد ارض امي وباعها، وبتمن الارض ابتدى شغله. سعر الارض دلوقتي يساوي ملايين، ولسه في ايديا ورق ما طلعتهوش. وانت عايز سيد بقى يدفع لك المبلغ ده يا ابو كمال؟ على الاقل يعوضني تعويض مناسب. انا صبرت عليه كتير وما اقدرش استحمل اكتر من كده. بص يا كيمو، انا مع اي حد يعمل ثوره على الفساد والظلم، وبحترم اي حد بيدافع عن حقه. زمان البير كامي قال جمله مهمه قوي، قال ان الموت في سبيل الفكره هي الطريقه الوحيده لتكون على مستوى الفكره. أنا عايزك توصل له رسالة. قول له كمال جاي الفيلا قريب أوي، وأحسنه إن هو يرضى بالأمر الواقع وما يعملش مشاكل. وأنت عرفت يا كيمو إنه اتجوز؟ من جوه تقف بره، مش تخش جوه وتنضفها تقعد على كرسيه. انت جننت، انزل. وانا لما اقعد على كرسي هاكل منه حته؟ لا مش هتاكل منه حته يا ناصح، هتوسخه. انزل غور غور، يلا. انت لسه هتتنح؟ غور بقولك غور، يلا. قرف قرف. ايه ده؟ ايديك دي، ايديك وقرف. وقرف صدق كده. ماشي يا يوسف، ربنا يسامحك. لا يا فريد باشا، لا لا لا، بعيد قوي، بعيد قوي قوي. لا ده انا منزل لك 10% في الطلبيه اللي فاتت، على اساسها زود لك الكميه تقوم تقول لا.
لا طب اقول لك، طب اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، فكر انت ورد عليا. ماشي سلام. لا يا يوسف بيه، لا الحكايه كده مش هتنفع بعد اذن سعادتك، يعني شوف لنا حل في الحكايه دي. حكايه يا زكي الشغل اللي مكركب على دماغي يا يوسف بيه. الله، من ساعه ما الهاني من العروسه خدت اجازه، يعني هو الحاج يتجوز ولو سنه؟ لعلم سعادتك انا شغال دلوقتي محاسب وسكرتيره في نفس الوقت. طب تصدق انت تنفع سكرتيره عسل يا زكي؟ هقول لك، بس هقول لك، هتلبس بادي، بس البادي ده يبقى ضيق ويبقى نوعه كارينا، وتلبس وتلبس تحت بنطلون استريتش ضيق، وتعمل لي فيونك هنا وتدلد الجرس من ودانك. ده ماشي ماشي، انت عايز تطفش الزمان ولا ايه؟ وبعدين يا عم التاريخ براحتك، انا برضو شايل لك التقيله. قول التقيله يا زكاوي. الدكتور حسين بتاع المستلزمات الطبيه دلوقتي ما هوش عايز ياخد مننا لا سرنجات ولا مشارط ولا لزق الظهر ولا كانيولات ولا حاجه من دي من اصله. من ساعه عدم المؤاخذه ما اشتغل في اللزقه العجيبه بتاعت الرجلين اللي احنا جبناها دي، وهي مشت معاه وبقت 100 فل و14، وعايز كميه اكبر بكتير. طب وهنجيب له منين؟ البضاعه اللي عندنا كلها خلصت خلاص اتوزعت. انا برضو محسوبك يا باشا. ما سكتش، قعدت اتقصر وادور لغايه ما عثرت في تاجر في بورسعيد عنده كونتينر كامل على بعضه، بس المشكله بقى انه عايز الفلوس كاش. بس انا ما سكتش، دبرت له الفلوس ومستني تعليمات سعادتك ابعت اشيل. وبعدين لعلمك البضاعه دي دلوقتي بقت عامله زي المخدرات. طيب خلاص بلغ الحاج. حاج ايه؟ حاج ايه يا يوسف بالله هبلغه؟ هو انا اقول طور تقول لي احلبوه؟ لقمة طرية وجاية لنا لغاية عندنا، تقول لي بلغ الحاج؟ اه تبلغه. أمال عايزه يجي فجأة ويقول لك عايز أراجع الحسابات زي النوبة اللي فاتت، ونرجع إحنا بقى نقعد نعمل أفلام وأنا اللي أتضرب بالمطوة في الآخر؟ وإيه يعني يوسف بيه لما تتضرب في المطوة؟ ده على رأي المثل، وش من غير علامات زي الشوربة من غير بهارات. وبعدين لما الحاج يقول لك عايز أراجع الحسابات، ساعتها يحلها ألف حلال. وما يدفع كاش؟ النص كاش والنص بشيكات على سنة، ولعلمك البضاعة دي مكسبها 100%. يعني ناخد احنا تمن البضاعة كاش في الأول، وبعد كده المكسب كله يبقى هو القسط. والراجل مستني بره، أقول له إيه؟ يلا توكلنا. ابعت الفلوس وخلي بتاع بورسعيد ده يشحن البضاعة، وأنت خارج تبعت للدكتور حسين ده. ماشي. بقول لك إيه؟ نعم. الروج اللي هي شايلاه في مكتبها اوعى تستخدمه لحسن الحاج يحطك في دماغه. لا ابعد عن الحاج. صباح الفل يوسف باشا. صباح الرضا يا دوك، اتفضل. اما البضاعه الاخرانيه اللي خدتها منكم مسمعه في السوق جامد قوي. اسمع، البضاعة اللي خدتها مني مش منكو. الله، واحنا بنتدلع عليك واحنا بنعرف ناخد حق ولا باطل غير مع حضرتك هنا؟ بقول لك ايه يا دوك؟ امال في زيادة في البضاعة الجديدة 10%. هقول لك، بس هقول لك، هتدفع 10% عربون، وبعد اسبوع هتدفع 40%، والباقي على شيكات 9 شهور مش سنة، 9 شهور يا دوك. الشيكات دي مقدور عليها، انما ال 10% زيادة دي ليه؟ بقول لك ايه يا عسل، انت مش بتاخدها مني ب 24 وبتبيعها ب 99.5، وبتلزق مصاريف الشحن للزبون، ما جاتش بقى ال 10% بتاعتي دي يا دوك؟ خليك حلو انت كده يا جو، محدش يعرف ياخد معاك حق ولا باطل. استبينا. ماشي. ايوه يا زكي، بقول لك ايه، الدكتور هيجي لك دلوقتي هيديك 10% عربون. لا الزياده هتبقى 10% بس، 10%. بقول لا مش 17، مش زي ناس. اسمع الكلام، اسمع الكلام يا زكي. ماشي اتفقنا، يلا سلام. منور الدنيا يا حبيبي. ما تحرمش منك يا جدع، ربنا يخليك. شرفت وانست. شكرا. حصلت البركه. سلام عليكم. سلام يا دوك. شكرا. نورك. الف سلام. حد ايه؟ حد وصل يا استاذ يوسف. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا حاج. يا اهلا بالكرم يا وارث يا حاج. يا اهلا يا حاج، اتفضل يا اهلا. وراك ايه؟ فضلت حته في المخازن عشان البضاعه الجديده؟ طبعا يا حاج، كله تمام خلاص. طيب خير الحمد لله.
كويس ان انا شفتك. انا قصت دماغي مقلوبة، عمال افكر مش عارف اعمل ايه في حكاية الارض اللي عرضها عليا الراجل حفظ ده. الله، انت لسه بتفكر في المشوار ده يا حاج؟ طبعا، الا لسه هي دي تتساب. بس انا بقول يعني المنطقة دي يا حاج ما بياخدش فيها غير التقال اللي في البلد، وبصراحة يعني اصلا خايف ان ده مش كارنا. اخص عليك، ده كلام تقوله وانت ابن الحاج سيد اللي مش كارنا، واحنا كل اللي اشتغلنا فيه ده كنا فاهمين في حاجه في الاول، وربنا كرمنا وبقينا اساد الكار. وبعدين دلوقتي اللي بيستورد حاجه ما اشتغلش فيها الحاج سيد قبل كده بيجي لنا مطاطي وما بيعرفش يتصرف. طب وانت شايف ايه يا حاج؟ دي عايزه سؤال. ربنا يكرمنا ونقبر حته يا ابني، ربنا كارم مصر اليومين دول وبيبيعوها، فاحنا لازم يبقى لنا حته فيها. وانت كنت قلت لي الراجل اللي هيسلك لك المصلحه دي هياخد كام؟ الراجل ده طالب 3 قنارب. ايه؟ بحالهم يا حاج؟ بحالهم؟ ده كويس انه وافق على كده، ده كان في الاول طمعان في 5. انا عايز اراجع الحسابات، خلي زكي يحصلها لي كلها ويوضبها لي. حسابات انت الحسابات دي انت رجعتها يا حاج قبل كده ورسيت، هتعمل ايه؟ لا ما رجعتش حاجه، انا بصيت فيها طياري كده، انا عايز ارجعها بالمليم عشان احدد ايه اللي ممكن اعمله بالظبط. يا ليله سودا. ايه يا يوسف؟ انت بتقول حاجه؟ لا لا يا حاج، ده انا بقول اللي لينا نصيب فيها هنشوفه ان شاء الله، هنشوفه هيروح مننا فين. وحياتك انت حبيبي، بقالك ساعة بتلف ودور مش فاهمة انت عايز توصل لإيه بالظبط. أنا ماشي خطوة خطوة لقاء، مهم أضمن حد وأثق فيه وأزرعه جوه بيت الدقاق عشان يجيب لي كل أخباره، وبعدين أبدأ بقى بالخطوة التانية. يعني أنت واثق ومتأكد إن كمال ده عمره ما هيخونك؟ يكون إزاي يا بنتي؟ أنا عامل معاه الواجب وزيادة، أنا لسه راميله لقمة طرية بتاعت العربية، أنت نسيتي ولا إيه؟ مش كفايه حبيبي. بص يا جد، انت لازم كده دايما تحسسه ان هو محتاج لك، كل شويه كده ترمي له لقمه صغيره، يعني لا تشبعه ولا تجوعه، عايزاه دايما يحس انه افضلك عليه ومغرقاه وما يقدرش يستغنى عنك. شوف يا لقاء، انا بعمل ده بنت الناس عن طيب خاطر، انا راجل طيب وبعمل ده كتير مع الناس، سواء مع كمال او غير كمال. وزياده عن كده بقى ان كمال ده والطيب ومخلص، وحاسس انه عمره ما هيخوني ابدا ولا يبيعني. انا جادي المنياوي لقاء، بعرف اوزن الراجل كويس، وانا حاسس ان الواد ده عمره ما كذب في حياته. كده احنا لازم نبيع شقه المعادي. انا مش عارف، بس كده الحاج بوظ لنا كل حاجه، ما كانش لازم نبيع الشقه دي دلوقتي خالص. البضاعه اللي جايه دي فيها لقمه طريه يا زكي، مش عايزين نعديها. اعرف بس مين الحيوان اللي حط في دماغ الحاج حكايه الارض دي. احترم نفسك يا زكي. ايه ده، هو حضرتك الحقيقه قصدي اللي حطيت في دماغه الحكايه دي؟ انا اسف، اسف جدا يا برنس. برنس دي انا قلت لك 100 مره قبل كده انا مش عايز اسمعها، قلت ولا ما قلتش؟ ايوه ما هي حلوه برنس. لا مش حلوه، لا مش حلوه، لا مش حلوه يا زكي، مش حلوه خلاص، دي كانت مرحله وعدت من حياتي. وحيد ازيك يا جنة؟ انت رايحة فين؟ انا جاي اودعك يا وحيد، انا راجعة بلدنا الفيوم. انت سبتي الشغل ولا ايه؟ لا بس الناس اللي شغالة عندهم في الفيلا قفلوها وسافرين بعض. طب انا هشوفك ازاي؟ مش عارفة بقى يا وحيد، ده انا حتى مش عارفة هرجع البلد عند مين، وانا يا اخويا يعني مقطوعة من شجرة وما عنديش حد وما عنديش الا ابن عم واحد وما برتاحلوش. انت سرحان في ايه يا وحيد؟ تعالي معايا. على فين؟ هكلملك الحاجة فردوس. بجد يا وحيد؟
تصدق بالله يا وحيد، انت لو عملت لي الخدمة دي والله العظيم عمري ما هنسها لك ابدا. هتعملي لي ايه بقى؟ هقول عليك انك ابن زواج صحيح ومش غلبان زيي. طب ما انا كده فعلا، ايه الجديد؟ ما يلا يا وحيد، انت هتذلني ولا ايه؟ ما تقوليش كده ابدا يا جنة. طب اقول لك ايه؟ تفتكر الحاج هيوافق؟ يعني يا بنت ما زعلتيش اي حد من اصحاب الفيلا؟ لا والنبي يا حاجة، دول حتى لسه موجودين ممكن تسأليه. طب كنت عايشة مع ابن عمك في الفيوم ليه؟ ابدا يا حاج، انا اصلي يعني لا مؤاخذة يتيم. يا حبيبتي طب قوليلي كنت بتشتغلي فين قبل ما تشتغلي عند جيراننا دول؟ والنبي ما كنت بشتغل. معاكي بطاقة يا بت؟ ايوه طبعا معاي. اسمك وسنك وعنوانك؟ انا اسمي جنة الشربيني، عندي 22 سنة من فيوم. قولي والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. قتلتيلي يا بت. يا نهار اسود ومنيل، ما تنكريش. ايه اللي بتهببه ده يا وحيد؟ اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ ما انت حاجه ناقص تعمل لها فيش وتشبيه. انا ضامنها يا ابن الضمن هو ربنا. على العموم انا هكلم الحاج سيد واقول له انا وحسونه محتاجين اي حد يساعدنا في المطبخ. علي النعم انت كده. وانت كده. شكرا. كمل انت بقى. حسونة حط لها تاكل. لا ولو ان انا مانع ان حد ياكل هنا في المطبخ عشان برستيجي، انما عشان خاطرك ماشي اوكي. بقول لك ايه، احتفالا بوجود جن معانا بقى سمعنا حاجه من حاجاتك. ايه ده؟ هو سي وحيد بيغني؟ ده انقح. طب والنبي سمعنا حاجه يا سي وحيد. سمعنا حاجه عن الحاج سيد. ليه السيرة دي بس يا حسونة؟ حاج سيد هسمعك. يا طير يا عالي في السما طز فيك، تفتكرش ربنا مصطفيك، برضك بتاكل دود وللطين تعود، تمص فيه حلو ويمص فيك. النبي منورنا يا حاج النهارده. ده نورك يا حاجه من يد من عدمها. النبي مش هنوصيك على كمال يا اخويا. انت بتقولي ايه يا حاجه؟ كمال ده في عينيا الاثنين. امسك يا كمال، امسك. ايه ده؟ دي كمبيالات قصاد العربيه، دفعت لك 3 شهور. ليه كده بس يا حاج؟ ليه كده ايه بس؟ انا عاوز دماغك تبقى فاضيه مركز، انت داخل على موضوع مش سهل. ربنا يقدرنا عليه ان شاء الله. انا جالي فكره كده عاوز اخد رايكم فيها. اتفضل يا حاج. عاوز اضرب شيك كده وديه للسيد الدقاق، عشان انت لما تخش عليه وانت مخنوق ومتظبط تخيل عليه. اعمل اللي تعمله يا حاج، احنا واثقين فيك. اصل ابوك ده كمال ما تجيش معاه عدل ابدا. واسال امك. من غير ما اسال يا حاج. قول لي بقى ناوي تعمل ايه؟ اقول لكم انا ناوي اعمل ايه. الشغل البيت كتر عليا انا ووحيد يا حاج، وحسونا كمان طالب حد يساعده. المهم سلامتك انت يا حاج. طيب ما تشوفي اي حد يساعدك؟ في بنت كان بتشتغل جنبنا في الفيلا اللي جنبنا على طول، وبنت كويسه قوي انا اعرفها، والناس دول هيسافروا ويسيبوا الفيلا، ممكن اجيبها؟ طب كويس. وهي فين البنت دي دلوقتي؟ ثانيه واحده يا جنة. جنة يا حاج. تعال. اهي يا حاج. سبحان الله، دي جنة. وليه يا بنتي؟ انت كنت بتاخدي كام عند الناس اللي كنت عندهم دول؟ 1000 جنيه يا حاج. لا اله الا الله. 1000 جنيه؟ ده انا اقعص محاسب عندي ما كانش واخد 500 جنيه. انا تشوفه يا حاج. طبعا خيرة الله يا مدام اللي اشوفه. بص بقى انا عندي مشوار وبعدين هسافر، لما يجوا من بره قول لهم ان انا سافرت خلاص. تروح وترجع بالسلامه يا حاج. مع السلامه. يا حاج.
قال ايه؟ خلاص الحمد لله وافق يا وحيد. ألف مبروك يا جنة. الله يبارك فيك يا سي وحيد. بنت يا جنة يلا روحي لمي هدومك كلها وتعالي هنا، هتقعدي معايا في اوضتي. حاضر يا حاج. يلا بسرعة. متشكر يا حاجة. مش هاخد من وقتك كتير، هما كلمتين اتنين وحمش على طول عشان ما ضيعش وقتك يا حاج. كلمتين ولا عشرة؟ هو أنا هعد عليك الكلام يعني؟ ابنك كمال. ماله كمال؟ وبعدين أنت إيه علاقتك بيه؟ تورط معايا كده في شغلانة وخسر فيها، وكاتب على نفسه شيك على بياض ووصل أمانة. مش فاهم، ما دخل إيه بالموضوع ده؟ لا ما أنت عارف يا حاج، أنا ما بسيبش حقي أبداً، وقلت بدل ما أرفع قضية على ابنك، أجل الكبير الأول وأخد رأيك. بقول لك إيه؟ ارفع القضية اللي أنت عايز ترفعها. لا يا حاج ما تقولش الكلام ده، وشكلك قدام الناس في السوق والصحافة اللي بتموت في الفضايح. صحافة إيه؟ أنا ماليش في الكلام ده. ليك يا حاج، أنا جيت لك بس عشان شاري خاطرك، شاري خاطرك قدام معالي، قدام معالي الوزير لما يعرف إن ابنك حرامي ونصاب ورد سجون. أنا من رأيي يا حاج بقى تاخد ابنك كمال كده تحت باطك وتداديه وتحلله مشاكله. جاد، أنا ما أحبش حد يتدخل بيني وبين ابني. ماشي يا حاج، أنا قلت اللي عليا. بعد إذنك. تعال يا عم غيرت إذنك إيه؟ أنت هتطمس ولا إيه؟ يا راجل، أصل الواد كمال ده مشاكله ما بتنتهيش، وأنا مش عايزه يطمع فيا. بعد إذنك المدام لازم أرد. طبعًا. أمال إيه رد يا سيدي؟ أيوة يا حبيبتي. أيوة. أنا عند الحاج سيد الدقاق. سلم لي عليها، سلم لي عليها. حاج سيد بيسلم عليكي. بتقول إيه؟ بتقول لك إيه يا حاج؟ أنت هربت من العزومة بتاعتك ولا إيه؟ هربت ده إيه؟ هات هات. ألو. أيوة يا ست الكل. أنا معقول أهرب؟ لا أبداً. العزومة متعنالك. والله متعنالك في المكان والوقت اللي أنت تحدديه. ماشي ماشي يا ست الكل. انت عايزه جد؟ مع الف سلامه، مع الف سلامه. ادعم. ايه يا حبيبتي دي قفلت؟ طبعا، ما هي كلمتني هتعوزك في ايه. ماشي خلينا في موضوعنا. قلت ايه بقى في المشوار بتاع كمال ابنك؟ بقول لك ايه، الواد كمال ده مشاكله ما بتنتهيش، انا دلوقتي دماغي مشغول مش فاضي. سيبني اسبوع كده وانا هبعت اجيبه واشوف ايه حكايته بالظبط. يعني كده اعتبر فلوسي موجوده، الدار امان. عدم المؤاخذه يا حاج سيد، ايوه المحاسب بتاع الحاج محمد نصار بعت لسعادتك الشيك ده، وبيقول لك الحاج محمد يبارك لك على الجواز، وبعت لك العلبه دي يا حاج. علبه ايه دي؟ دي يا ابويا حاج بيقول لسعادتك الحبايه منها تخليك حصان. خلاص انت اتجوزت ولا ايه يا حاج؟ الله، انت اخر من يعلم ولا ايه؟ ده المسكي كله عارف يا راجل. لا والله ما اعرف. ومين دي بقى ان شاء الله؟ ان شاء الله الست دلال. انت مين؟ مالك بتتلفت كده زي الحرامية؟ حرامية ايه يا عم؟ هو في حرامي شكله كده ولا لابس كده اصلا؟ هما يعني بيفصلوا اللبس مخصوص للحرامية. انت مين؟ انا فادي، فادي فادي زميل سمر في الجامعة، احنا قلقين عليها قوي في الجامعة فقلت اجي اطمن عليها. تعال معايا، انا عايزك في كلمة سر. سين، انت جاي هنا تعمل ايه؟
لما اقول سين تجاوب على طول. جاي اشوف سمر. والله انا كمان سين بقى من حضرتك. مالكش دعوه. يعني ايه ماليش دعوه؟ يعني مالكش دعوه تجاوب بس. تعرف سمر منين؟ سمر زميلتي في الجامعه. تعرفها من قد ايه؟ يا عم هو تحقيق ولا ايه؟ ايوه تحقيق. سمر تهمني. اي حد يعرف سمر لازم اعمله كشف هيئه، ولو سقط هتبقى نتيجة صعبة. صعبة ازاي حضرتك؟ ايه الوحيد؟ ايه الوحيد اللي بتعمله ده؟ ايه يا ابني اللي بتحببه ده؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة يا حاج. مفيش حاجة ازاي؟ لا اله الا الله. بس يا وحيد. بس يا ابني حرام عليك. ايه ده يا وحيد؟ ده معقول انت بتعمله ده يا ابني؟ اصل العرض غالي قوي يا حاج. طبعا يا ابني العرض غالي قوي. بجد انت راجل. جنني لما كنت شفتك. وده من امتى ده ان شاء الله يعني؟ من زمان يا سما. مش هتقولي اتفضل ولا ايه؟ طيب اتفضل خلصني. اتفضل يا مجنون. ايه التهيس اللي انت فيه ده؟ ده انت اتجننت خلاص. عشان وحشتيني جدا يا سما. كنت هتجنن لما كنت شفتك. وحشتك ولا ده احساس بالذنب عشان انت كسرت لي رجلي؟ هو الاحساس بالذنب موجود، بس في احساس تاني جواه اقوى منه يا سما. اللي هو ايه بقى؟ هقول لك بس ما تزعليش. مش عارفه، يمكن ازعل على حسب اللي هتقوله. وحيد في ايه يا وحيد؟ هتعمل ايه؟ وحيد وحيد تعالى يا وحيد. وحيده وحيد حرام عليك يا وحيد. في ايه يا وحيد؟ هتعمل ايه؟ ميرسي يا وحيد قوي، تعبتك معايا والله. ربنا يخليك لي يا رب. وش معنى يعني النهارده مجهزين الغدا بدري كده؟ ابوكي مش هنا، قلت تاكلوا بدري النهارده. اقعدي يا حبيبتي اقعدي. طب يوسف ايهاب فين؟ قالوا اتغدوا، انتوا هيتاخروا. انا ماليش نفس اقعد اكل لوحدي كده. ما تقعدوا تاكلوا معايا. ما احنا حواليك اهو. لا بص هقول لك تعمل ايه. انت تروح تقول لحسونه وجنى يجوا يتغدوا معانا. يا نهار اسود ام نايل، انت عايز ابوك يطربق الدنيا؟ ايه المشكله يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ وبعدين هو هيعرف منين اصلا؟ يلا بقى يا وحيد اتحرك، روح قول لهم يجوا ياكلوا معانا. يلا يا ماما. حاضر يا ماما. خايفه عليك من شر. ما بلاش نروح احسن. مفيش قوه على وجه الارض. هتخلينا ارجع في كلامي ولا احنا هنعيده تاني؟ الحاج جاد مستني في العربية. يلا امسك. خد يا حسون. تسلم ايدك. خد يا جنة. خد يا حبيبي. يا عم ايه اللي داير؟ دي اكتر مرة فازت بيها في حياتي. والله نفسي مفتوحة قوي عشان تروح. خد يا نفسي تروح. الفراخ دي رضا. تحط لي فرخة كلها. كل ما بتاكليش ليه يا حاج؟ ما انت عارف يا وحيد النهارده الاثنين يا حبيبي صايم، اثنين وخميس. بقول لكم ايه؟ تسمعوا حاجه؟ ايوه يا ريت يا ريت. حط لك شوربه يا وحيد. اه حرص. Thank you.
يا رب والحاج ما يجيش على غفله. لو جيت دلوقتي تبقى مصيبه. خلي بالك من امك قوي. حاضر يا حاج. مش هتحبكم. رجعتني سنين طويله يا كمال يا ابني. ان شاء الله يا ماما اللي جايه هيبقى احسن. بقول لك يا ست سعيد، دلوقتي انا سمعت ان الحاج عبد الحافظ عايز يبيع الفيلا دي بكل اللي فيها، ما تيجي نشتريها؟ وهنجيب الفلوس بس منين يا سيد؟ يا سلام، ما انت عندك حته الارض اللي مركونه دي، بايها نشتري الفيلا والقرشين اللي يفضلوا نتاجر فيهم. بيع الارض ده عايز مناهده، وانا مانيش قادره ومش قادره نوصل بطولي زي ما انت شايف كده. وانت مالك بالمناهده دي؟ اكتبي الارض باسم انا وانا اتعرض لهم وابيع واشتري واعمل كل حاجه باسمي، مالكيش انت دعوه. وامرني يا سيد. يا ست خدي الواد كمال ده وقولي لهنا، انا اتجوز واحده اتنين تلاته شرع الله على كيفي. ما تكرشنيش يا سيد، ما لاقيش غيرك يا سيد. وبعدها لك بقى، ما انا طلعتك هتقعدي هنا تعملي ايه؟ بس دي فيلتي ما زلت. اسمعتي بقى انها فيلتك، الارض بتاعتك بعتيها والفيلا دي انا اشتريتها باسمي، فاهمه ولا لا؟ بالسلامه يا بيضه. مالك يا منصور؟ سنين يا كمال، الدنيا بتلف بيا يا ابني. يا وحيد يا جماعه اللي هنا، ممكن تقول لي بقى هتعمل ايه في جريده المصريين؟ حبيبتي طالما جورنان بيعبر عن وجهه نظر حزبي يبقى ده اعلام موجه، وانا ما بحبش اشتغل في جرايد بالشكل ده. ايوه بس المهم انك تكتب، ولا انت بقى هتفضل قاعد في البيت مستني الاسرار لما يكلموك؟ لازم ارجع يا ريم، وبعد كده ممكن اقدم استقالتي. انا ما بحبش اتهزم بسهوله. كل ده بقى عشان باباك اتدخل في الموضوع؟ لا، عشان يوسف بيه ما يحسش انه هزمني. قولي يا ايهاب، هو انتوا علاقتكم مش حلوه ببعض؟ ساعات ساعات. الف حمد لله على سلامتك يا ام كمال. الله يسلمك يا فندم. طيب نجيب لك دكتور؟ لا لا يا بنتي، ده الحمد لله بقيت عال خالص. الحمد لله الحمد لله. طب خد الشرابي ده. تسلم من كل راضي يا ابني. امال الحاج سيد فين؟ مسافر. طب وإيهاب؟ خرج. اكلمه لك على الموبايل؟ اه يا ريت. طب خليني اكلمه. حاضر ثواني. اهو بيرن. طب ادهوني ادهوني. اتفضلي. ما بيردش. سرحان في ايه؟ بفكر في اللي ناسيني. ومين بقى اللي ناسيك يا مرهف الحس؟ حد صاحبي قاعد جنبي ودماغه ناشفه. ده انت رايق على الاخر. بقول لك ايه؟ انت هتعمل ايه مع رئيس التحرير بتاع جريده المصريين؟ قبل اقعد معاه واشوف عايز ايه. برافو عليك. ايهاب، مفيش اخبار جديده عن باباك؟ مفيش. يظهر ان في حاجه مهمه. ايوه يا سمر. حاجة فردوس خير؟ بتقول ايه؟ تصدق يوسف بيه كنت حنسى واكتب اسم الحاج سيد الدقاع الشيكات. لا يا راجل انسى بقى الاسم ده خلاص. من هنا ورايح الشيكات هتتكتب باسم يوسف سيد الدقاع. تمام يا ملك، الشيكات كلها جاهزة. اتفضل. شكرينا دكتور. العفو. شكرينا دكتور. هتظبط انت بقى مع زكي وهتشوف هتستلم امتى والكلام ده كله. نورت يا دكتور. حصلت شك... البركة. متشكرين. مع السلامة. شكرا يا يوسف بيه. تروح عليك. مع السلامة. شكرا. ازيك يا يوسف؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايهاب الدقاق في وكالة الدقاق؟ هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ القطة كلت عيالها ولا ايه؟ في مصيبة شكلها تحصل. قلت اجي ابلغك بنفسي. خير؟ كمال الدقاق يا يوسف.
ماله؟ جاب والدته وجاي يقعد في الفيلا. جاي يقعد في الفيلا يعمل ايه يعني؟ والحقيقه انا ما اعرفش هيعمل ايه، هو جالي الجورنال من يومين وقال لي انه ناوي يعمل كده، انا تصورت انه بيهدد زي كل مره، ما كنتش متاكد انه هينفذ اللي بيقوله فعلا. هو عارف ان الحاج مش موجود؟ عارف. الله، ولسه قاعد؟ ايوه. ليه؟ انت ما فهمتنيش يا يوسف. كمال جايب والدته وجاي يقعد في الفيلا، خلاص مش هيمشي تاني. جاي ايه يا اخويا؟ ايه؟ سمعني كده؟ اهدى بس يا يوسف. عشان كده انا قلت اجي ابلغك بنفسي، ما رضيتش اكلمك في التليفون. عارف انك عصبي وممكن تتهور. ممكن بقى تهدى عشان نعرف نتفاهم ونشوف هنعمل ايه. اهدى ايه؟ اهدى ايه؟ ونتفاهم على ايه؟ ايه اللي احنا ممكن نتفاهم فيه في اللي انت بتقوله ده؟ انا هروح دلوقتي هطل عين امه. يا يوسف اهدى بس يا عم انت. يوسف اوعى ايدك يا يوسف. عصبي قوي انت يا يوسف.